العالم لا يلتقط أنفاسه من التكنولوجيا، فمن التطبيقات الجديدة إلى الذكاء الاصطناعي الذي لم تنتهي مخاوفه بعد، والتي تسببت بإجراءات رسمية في أوروبا والولايات المتحدة للسيطرة على مخاطره. علماً بأن أمريكا والدول الأوروبية ليست البلاد الوحيدة التي بدأت بسن قوانين وخطط للسيطرة على هذه التكنولوجيا المخيفة، فانضمت مصر إليهم مؤخراً، بحيث كشفت القاهرة عن خططها لمواجهة الخطر الداهم الذي ينجم عن توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا عبر إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي لبلورة الأطر التنظيمية لاستخدام هذه التقنيات. أعلن مركز المعلومات في مجلس الوزراء عن خطة الحكومة لضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمته في الدولة واستخدامها بشكل مسؤول. يستهدف هذا الميثاق تفعيل 5 مبادئ رئيسية هي البشرية والشفافية وقابلية التفسير، إضافة للعدالة والمساءلة والأمن. وأيضا سيتم اتباع هذه الخطة من خلال 13 مبدأ توجيهيا عاما كقواعد شاملة، و16 مبدأ توجيهيا، وتشمل هذه المبادئ الأخلاقية الحيادية وعدم التحيز أو الطائفية، أو أيضا تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي واحترام الخصوصية وحماية البيانات. لن نسهب في الشرح كثيرا، وسنترك هذا الجزء لضيفنا من القاهرة معنا، الخبير في أمن المعلومات أحمد طارق. أهلا وسهلا بك معنا. كشفت مصر عن خطتها لمواجهة الخطر الداهم الذي سينجم عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بداية، ما هي أهداف الخطة المصرية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. مبدئيا مصر بدأت تتحول رقميا وبدأت تهتم بالملف التكنولوجي بشكل عام من 5 سنوات، وتحديدا بداية من 2015 إلى 2023 بدأت تضخ مبالغ كبيرة جدا تصل إلى 82 مليار جنيه بنسبة تزايد تصل إلى 2200%. فبالتالي خطة مصر نحو التحول الرقمي خطة ناجحة جدا، وبتشهد تفاصيل كتيرة جدا من ناحية الذكاء الاصطناعي وغيره. أما بقى البنود اللي اتنشرت بخصوص الذكاء الاصطناعي وبخصوص التحولات الرقمية المنتشرة، دي بنود أساسية ولازم تكون موجودة في جميع الدول، لأنها بنود بتحدد طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيحة وتقنين الوضع بخصوص الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل اللي هنستخدمها في جميع المجالات حرفيا، من ضمنها الطب، التعليم وغيره. وطبعا تشهد المؤسسات الحكومية تحولات رقمية كبيرة جدا من ناحية ربط المؤسسات ببعضها عن طريق الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية العامة، وده بيعود على المواطن بشكل كبير جدا. ويرأسهم في كل ده نظام الأمن المعلوماتي اللي بيحمي بياناتنا وبيحمي جميع معلوماتنا. فبالتالي دي أهم البنود اللي مجلس الوزراء اتكلم فيها، وبصراحة يعني دي خطوة إيجابية جدا إن هي تحط بنود وتقنن الوضع. وطبعا الدول كلها لازم يكون فيها وزارة أو هيئة للذكاء الاصطناعي لتنظيم الوضع واستخدام الوضع بينه وبين المواطنين. طيب سيد أحمد، يعني بحسب إحصائيات مصرية رسمية، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة 120% على الأقل على أساس سنوي بمصر. ما هو دور الحكومة المصرية بتنفيذ خطة مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل هذه الأرقام؟ الحقيقة أن أول البنود اللي اتنشرت النهاردة هي بداية الخطة، وطبعا المشي نحو التحول الرقمي مش هينفع يجي مرة واحدة، بسبب أن إحنا بنتحول رقميا تدريجيا، لأن إحنا كشعب مصري أو كشعب أو أي حد عنده دايما تخوف من المستقبل. لو هنرجع بالزمن اللي ورا في سنة 2010 مثلا، بداية الدخول في الإنترنت العميق من ناحية التحولات الرقمية والتكنولوجية والاتصالات الفيديو كول وكده، فعندنا تخوف كبير من ناحية التحول الرقمي أو ناحية التكنولوجيا الحديثة. فبالتالي التحول الرقمي نحو الذكاء الاصطناعي لخطة مصر 2030 بتعزز من مكانتها
وفي نفس الوقت بتكون المواطن متقبل ده اكتر، يعني ما فيش حاجه بتيجي مره واحده على طول. فبالتالي خطه مصر 2030 ان احنا نكون زيرو معاملات ورقيه، وفي نفس الوقت ادراك الذكاء الاصطناعي الايجابي بيقضي على الفساد وبيمنح التحول الاخضر في الدوله. فبالتالي احنا مش هنعادي التقدم التكنولوجي بسوء استخدام الاخرين. نعم. وللاسف ان الناس دلوقتي فاكره موضوع الذكاء الاصطناعي عبارة عن ان احنا نرفع صورة للمواقع وتحولها لنا لصورة تانية، او نرفع فيديو يتمنتج بفيديو تاني، وبتستخدمه استخدام خاطئ جدا. ولكن الذكاء الاصطناعي ده اللي احنا فيه دلوقتي عبارة عن 5% من بحر الذكاء الاصطناعي. فاحنا لو ما وظفناش ادوات الذكاء الاصطناعي في اشغالنا، لازم يعني نمشي ورا موضوع ادوات الذكاء الاصطناعي، لان لو ما توظفتش صحيح في اشغالنا هيتم استبدالنا الكترونيا. ولكن عمر ما الاله تتغلب على صانعها، لان صانعها هو بيتكلم على منصات الذكاء الاصطناعي وبياخد منها بيانات. فلو كانت البيانات دي مش هتقدر تساعده في حياته، هيكون بيستخدمه استخدام خاطئ. وده بند من ضمن البنود اللي موجودة في مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت مجلس الوزراء اتكلم على أمن البيانات اللي بينها وبين المواقع اللي موجودة، لأن أي موقع بيتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فيه لازم تكون مواقع معتمدة، ولازم تكون مواقع ليها طرق عكسية تانية لاكتشافها. يعني احنا عندنا هنا في مصر مطورين وعقول ذكية جدا بشرية، يعني عقول بشرية ذكية جدا تقدر تعمل، ونقدر نعمل برضو مواقع تانية ضد اي مواقع ان هي تكشف مثلا جودة موقع الذكاء الاصطناعي ده ايه، وبالفعل موجود كده. وفي نفس الوقت ده بيساعد برضو طرق تقليل من المخاطر. وصلت الفكرة سيد احمد، شكرا لك من القاهرة. الخبير في امن المعلومات احمد طارق، شكرا.